انا هنا بقى يمكن برضه يعني احنا ناس بنتكلم في العلم ان جنرال، فلازم نبقى عندنا وورد اوف كوشن هنا، ان في فالاسيز كبيره جدا في الايفيدنس بيز ميديسن، ودي بتقودها الماركتنج وبيقودها الايكونومكس. يعني الايكونومكس والماركتنج هو المتحكم في عمليه الايفيدنس بيز ميديسن. ليه؟ لان هو نمره واحد طبعا lack of evidence of effect is not an evidence of lack of effect. اذا كنت انا قدرت ان انا اجيب ايفيدنس بان انا اصرف ملايين الجنيهات عشان خاطر اعمل سبونسورنج واصرف على كلينيكال ترايلز بحيث انها بتتكلف حاليا ملايين علشان اوجد الايفيدنس بتاعي، اقول والله ديز كلينيكال ترايل بروفد ذات ذير از ستاتستيكال سيجنيفيكانت افكت او بنفيت من الدراج الفلاني على الديزيز الفلاني، فانا ممكن يكون عندي حاجات كتيره لها نفس البنفيت ولكن ما اتعملش عليها نفس الدرجه من الدراسات، ما اتصرفش عليها. وطبعا هنا اذا كنا هنتكلم عن هذا الكلام فاحنا بنقول ان بور كانتريز زي مثلا مصر عندنا ما حدش يقدر يصرف ملايين عشان البروف ايفيدنس. في ناس كتيره جدا وزملاء كتيره جدا توصلوا الى حاجات والى انفنشنز، ولكن قدراتنا هنا ما بتقدرش ان احنا نوصل هذا الكلام الى ان هو يبقى موجود في الكتب الطبيه العالميه وكتب الصيدله العالميه، لان هو هذا الكلام محتاج عشان يتكتب ان هو يوصل للايفيدنس، والايفيدنس محتاج لفلوس كتيره جدا. طبعا بالنسبه للاعشاب على سبيل المثال، مين اللي هيقدر ان هو يصرف مبالغ خرافيه برضه ملايين من الجنيهات علشان يوصل حاجه ملهاش بيتنت رايتس، ملهاش انتلكشوال رايتس، مش هيستفيد بيها لوحده، وبالتالي ممكن غيره. انا اذا اثبتت مثلا ان الخرشوف له بنفيت معينه على مثلا الحالات الهيباتيتس اللي عندي، فانا مين اللي هيستفيد بعد كده ان انا مثلا هعمل التجربه اللي هتكلفني ملايين الجنيهات وهنزل كبسوله فيها مثلا الاكستراكت بتاع الخرشوف؟ طب ما في غيري كتير جدا هينزل الاكستراكت دوت، يبقى انا بالتالي انا بصرف مفيش مردود ليا لان غيري هينافسني في هذا الكلام. فبالتالي القضيه ما هياش قضيه فقط علم لكن فيها داخل ايكونومكس. هنتكلم طبعا من نمره اثنين عن ان الستاتستيكال ايفيدنس نفسها برضه لها يعني شغل. دايما بيقول لك وات از في نوع ثلاث انواع او اربعه من اللايز، في اللي هي السيمبل لايز، في دام لايز، في الستاتستكس. الستاتستكس بتكذب على الناس انها ممكن تديهم لارج سايز افكت وهو الافكت از فيري سمول. زي مثلا على سبيل المثال لما نتكلم على الريلاتيف ريسك اللي احنا بنتكلم عنه حاليا، كل الشركات تتكلم على الريلاتيف ريسك ريدكشن، يقول لك ذير از ريلاتيف ريسك ريدكشن اوف 50%. لما نتكلم على الريلاتيف ريسك ده اللي هو 50%، انا اتخيل ان حصل ان احنا قللنا العمليه لنص الريسك او نص الحالات اتحسنت. لما نيجي نفهم بقى الريلاتيف ريسك ده جايز كان نجد ان هو مكسوم الانسيدنس ان تريتد جروب على الانسيدنس ان نون تريتد جروب او الكنترول جروب. لو حصل تحسن بنسبه، يعني لو حصل وفيات في الدواء كان بيتاخد بنسبه الحالات بتاعته 2% وفيات من غير علاج، وانت وصلت انك حسنت الوفيات ل 1%، انت الوفيات بقت 1%، لما تقسم 1% على 2% هتدي لك 50% افكت. بينما التحسن لو طرحت هتلاقي 2% ناقص 1% هتساوي 1% بس تحسن. يعني ان التحسن الريسك اتريبيوتابل، الاتريبيوتابل ريسك هنا 1% هو بيحط لك الريلاتيف ريسك اللي هو 50%. مش عايزين نتكلم في حاجات بيزك ساينس كتير، في برضه حاجات على سبيل المثال اللي هو الفالاسيز بتاعت الريال لايف فيرسس الاكسبيرمنتال ديزاين. الاكسبيرمنتال ديزاين زي ما احنا عارفين، انا هتكلم دلوقتي على مثلا حته صغيره زي الفيتامين اي مثلا، ايز فيتامين اي افكتيف للكورونا فيروس ديزيز؟ هتلاقي ان في الريال لايف الابيديولوجيكال ستادي اللي هي كانت بتتعمل بتجد ان هم بيدوا مثلا زي الهارفارد نيرس ستادي، حوالي 87,000 نيرس في هارفارد كانوا بيستخدموا فيتامين اي وشافوا الانسيدنس اوف كورونا فيروس ديزيز، وجدوا ان في ريدكشن مور ذان 40% للايفنتس بتاعت كورونا فيروس ديزيز في المجموعه دي. في الهيلث بروفيشنال ستادي، في الفينلاند مين ستادي، كل الدراسات دي الابيديولوجيكال اللي هي عباره عن ريال لايف ستادي كانت بتقول ان ذيريز ريسك ريدكشن، في بنفيت لاستخدام فيتامين. لما تيجي تستخدم اكسبيرمنتال ديزاين زي الهوب ديزاين، دول ناس استخدموا مرضى بياخدوا ادويه، المرضى دي كانت بتاخد اوريدي عندهم كورونا ديزيز، كل المرضى كانت بتاخد بيتا بلوكر، تاخد انتي بليتلت، تاخد ستاتنز، تاخد دايوريتكس، تاخد كالسيوم شانل بروكرز، وقسموهم قسمين، قسم ياخد فيتامين اي، قسم ما ياخدش، قسم ياخد ستاتين قصدي اس ان ايه بتخرج، قسم ما ياخدش. وفي النهايه وجدوا ان ذير از نو
بنفيت ادد للفيتامين دي. لما نيجي نبص على الديزاين هنلاقي ديزاين الناس دي كانت بتاخد الفيتامين اي على ادويه ثانيه كتيره، وفي انتر بلاي وفي انتر اكشنز، والادويه دي بعضها فيها انتي اوكسيدنت افكت وبعضها فيها افكت انتي بليتلت، وبالتالي انا اي ويل بول عمليه الافكت بتاع الفيتامين اي في الدراجز الثانيه، يبقى انا ام نوت